الله وبركاته. النهارده فيديو النهارده هيكون تكلفته 20 جنيه بقطعه كرتونه هتقيس 15 سنتي في 25 وتقصها تمام. وعلبتين سبريه الواحده ب 10 جنيه يبقى التكلفه عندنا كده 20 جنيه. ممكن تشتغل بالطريقه دي بدقيقه على طول، ممكن تفتح فيها فتحه زي ما كده وتعمل شكل تاني ده او ده براحتك، هتعمل منه جنب 3D. تابعونا وهتشوف. طبعا الكرتونه هي يا جماعه انا دوبك حطيت لها حته تيب عشان تمسك معايا من هنا، حطيت لها زي كده، تسيب سن هنا حته من فوق، حطيتها من اليمين ومن الشمال زي كده. بعد كده هتاخد من هنا وتساوي على نهايه الايه الخط اللي انت عامله زي كده وتخليها في النص زي كده تمام. برضو هتدهن من نفس الجنبين بس من تحت ومن فوق، والدايره نفس النظام. طبعا ممكن تسيب حته بيضه اكبر اصغر زي ما انت عايز، بس هي بتدي زي الميه. نفس النظام هتيجي من هنا كده هتوسطن وهتدهن برضو من هنا ومتضايق تمام. هتفضل زي ما انت ماشي اهو، هتوسطن برضو سهلة جدا يا جماعة. طبعا هتيجي من هنا هيبقى العكس بقى، الاولى كانت بالطول الثانيه هتبقى بالعرض زي كده تمام. نقدر برضه كده الدايره معاك من تحت تمام، نفس النظام هتوصل على الخط اللي فوق الخط اللي هو اللي جوه
يا جماعه زي ما انا ماشي كده. واضح يا جماعه الطريقه سهله خالص اهي متوسطا كده. طبعا يا جماعه عندك الدايره دي ممكن تعمل شكل مربع. خلينا نقفل الموتور. طبعا يا جماعه ممكن تغير الشكل ده، ممكن تعمل مربع، ممكن تعمل شكل بيضاوي، ممكن تعمل شكل مثلث، اي حاجه انت عايزها. يعني مش لازم زي ما انا عامل، ممكن تعمل دايره عادي زي ما انا قلت.
طبعا ممكن تعمل لون تاني غير كده. اظن كده الشكل واضح يا جماعه، مش محتاج بقى ان انا اكمل للاخر. طريقه سهله خالص، اي حد يقدر يعملها. ازازه سبريه ب5 جنيه او ب10 جنيه، او لو عندك مسدس تشتغل بالمسدس عادي. تمام. ويا جماعه في دلوقتي انا مركب هنا زراير اهو، ممكن تركب زراير انا محمد، زراير بتبقى زي دي كده، في منها لون فضي ولون ذهبي ولون اسمر وفي لون ازرق. دي ممكن تركبها في الوسط هنا كده، وممكن تسيبها من غيرها، وممكن تعمل نقطة فضي. فدي او ده موضوع سهل يعني بايدك تعمل، وممكن تخلي زي كده الشكل جميل. وكان معكم محمود الحلواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.